بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات المرحلة الثانوية العامة، مرحبا بكم طلاب الصف الثاني الثانوي على قناة مستر عزت لشرح تبسيط قواعد اللغة الإنجليزية. إن شاء الله مصرون معك في حل مجموعة من تدوين المنهج بتاعك العام 2023 من كتاب جامع عام 2023. مستمرين مع الوحدة الأولى، الدرس الأول والثاني. النهاردة إن شاء الله نشتغل على اللانجوج بتاعها أو الجرامر بتاعها والقاعدة بتاعت الوحدة الأولى، بتتكلم في necessity الضرورة والإلزام، اثبات ونفي، وكما بتتكلم عن حاجه اسمها prohibition المنع او الحظر، والقاعده بتاعتها احنا عرضناها لك امبارح قبل ما تشوف الفيديو ده، وموجوده على القناه بتاعتنا بنفس العنوان. على بركه الله ان شاء الله تدبقنا شويه، بتبدا من صفحه 23. بسم الله نبدا مع اول جمله بقول لك فيها students والطلاب، وبعد كده جاب لي فراغ eat or drink during the class، ان هم ياكلوا او يشربوا اثناء الحصه. كلمه كلاس معناها حصه. It's not allowed. طالما ان الحاجة دي مش مسموح بيها، ممنوعة، يبقى ما يقدروش ياكلوا، يبقى انت كده عايز من يفيد المنع او الحظر البات. طب تقولوا mustn't ولا be had to ولا be must ولا be don't have to؟ مش بيقول ممنوع، طالما انه ممنوع يبقى انت تستخدم ايه؟ mustn't التي تفيد المنع والحظر البات. وقبل ما نسترسل يا شباب ونقول طالما شغال على قاعده زي ما احنا متعودين مع بعض يا شباب، طالما شغال على قاعده عيني على الكلمات الداله، الكلمات المفتاحيه للقاعده انت شغال عليها. انت بتتكلم عن قاعده ايه؟ القاعده بتاعت الوحده دي قلنا عليه necessity و lack of necessity، الضروره وعدم الضروره، وحاجه اسمها prohibition المنع والحظر. الضروره والاثبات ونفي والدنيا بتاعتها شغاله في have to has to must to have got to، الدنيا دي كلها ماضي ومضارع مستقبل والدنيا بتاعتها كلها. لكن لما بنيجي للمنع والحظر البت ما عندكش غير حاجه واحده اسمها مصنت، ما عندكش ايه بقى غير مصنت، تمام؟ بيقول لك ممنوع. طالما بيقول لك ممنوع يبقى ايه؟ مصنت اجابتنا الوحيده صحيحه في جمله رقم واحد، وكان لازم ننوه عن الحكايه. اتنين بيقول ماي ماذر، والدتي. مالها يا سيدي؟ يسترداي، بالامس. طيب الاشاره للماضي واضحه. جميل. ماي فاذر اوردرد فود، والدي طلب طعام، دي اشاره للماضي تاكد تاني اهو. فروم ذا ريستورنت، ماشي، بابا طلب اكل من المطعم. يبقى ده معنى ايه؟ ده معناه ان الام بالامس لم يتحتم عليها الطبيخ. ليه يا عمي؟ لما خلاص ما احنا جبنا اوردر بقى. طب نقول هاف تو كوك، ده هنا يتحتم كده في المضارع. ماست كوك فيها يتحتم برضه وفي المضارع، وبتبقى بالتزام داخلي. على ذكر ماست وهاف تو، ماست تشير التزام داخلي من الشخص، انما هاف تو فيها اجبار. نيدنت كوك دي بتديني نفي، ماشي، بس ما تنفعش مع مذر. ليه؟ كان المفروض اقول دازنت نيد، ما ينفعش اقول mother needn't. طيب فاضل عندي didn't have to cook، ماشي، عندي didn't have to cook دي تشير الى عدم ضروره في الماضي. انت بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن الماضي. طيب يبقى هقول ايه؟ didn't have to cook، لان needn't cook اللي قدامك دي بتديني عدم ضروره في الحاضر. لا، انا بتكلم عن الماضي، يبقى didn't have to cook هاخدها اجابه واحده صحيحه. الام امبارح لم يكن متحتما عليها انها تطبخ. ليه يا عمي؟ لان الاب خلاص جاب اوردر من المطعم. نحرك شوية يا شباب ونخلي الجملة رقم ثلاثة عنوانها، وبنفكرك بحاجة مهمة جدا، إن إحنا ضمينا تالتة إعدادي للقناة بتاعتنا مستر يسر عزت، وأولى وتانية إعدادي ضمناهم لقناتنا التانية اللي اسمها كان اسمها إنجليزي ابتدائي، عدلناها لإنجليزي ابتدائي وإعدادي عشان ضمنا لها أولى وتانية إعدادي. مع ميس هناء السمانة تبقى شغالة على قناة إنجليزي ابتدائي وإعدادي، هتلاقي كلمة و اللي هي بحرف الواو بالعربي إحنا عاملينه أند، اللي هي موجودة على رقم 7 عندك على الكيبورد. مش اند مكتوبه كحروف، لا، اند اللي هي العلامه اللي موجوده عندك رقم 7 على الكيبورد، وتتابعنا ان شاء الله تفيد حبايبك واخواتك. انا عارف انت في ثانيه ثانوي، وتفيد حبايبك واخواتك اللي في المرحله الابتدائيه والاعداديه، كملوا معانا ان شاء الله. الجمله رقم 3 بقول لك فيها ماي جراند فادر، جراند فادر اللي هو الجد، جدي، ماله جدي؟ طبعا هنحط لك الرابط بتاع قناه انجليزي ابتدائي واعدادي عشان تبقى عارفها ليه يا حبايبك. My grandfather جدي ماله جدي وير يونيفورم يرتدي زي، طبعا جدي انت بتتكلم عن الماضي بقى، يرتدي زي at school في المدرسه، تمام. They could wear كان عندهم المقدره ان هم يلبسوا what they wanted اللي عايزينه. يبقى اذا هنا الجد ده ما كانش ملزم، ما كانش مجبر انه يلبس زي مدرسي، تمام. يبقى انت كده عايز ايه؟ بتتكلم عن عدم ضروره في الماضي. جد بقى نقول doesn't have to، عدم ضروره في الحاضر. needn't عدم ضرورة في الحاضر، has to ضرورة في الحاضر، وعندي didn't have to عدم ضرورة، ما كانش لازم، ما كانش بيتحتم عليه، الجد ما كانش مجبر ان هو يلبس زي مدرسة. أربعة بيقول لك في أربع جاب فراغ take this book back to the library، إن أنا أرجع الكتاب ده للمكتب. طيب or I'll pay a fine، وإلا هدفع غرامة. يبقى ده معناه إيه؟ ده معناه إن هو مجبر لازم يرجعه. طب والإجبار هنا هو في الحاضر،
طب بمصر الأدناف دي تفيد المنع والحظر البات. هاف جوت تو بتتكلم في ضرورة في الحاضر، كانت معناها لا يستطيع، ودي تشبه فكرة ماسن. طيب نيد بمعنى بحاجة إلى، ماشي، ومش تنفع لوحدها لأن كان المفروض أي نيد تو. طيب هنا مش موجودة غير هاف جوت تو هي الصحيحة عشان تبقى أي هاف جوت تو، يتحتم علي، أنا مجبر أن أرجع كتاب المدرسة المكتبة وإلا هدفع غرض. خمسة بقول فيها this kitchen equipment، الآلة اللي في المطبخ دي، ماشي، أو آلة المطبخ دي مالها؟ wasn't necessary، لم تكن ضرورية. ها طيب يو ايه بقى ات؟ اه انت كان لازم ان انت تعمل ايه؟ يبقى هو كده بيلومه على حاجه ما كانش لازم يعملها. تمام؟ بيقول له يا عم الآلة اللي انت جبتها بتاعت المطبخ دي ما كانش ضروري، يبقى ده معنى ايه؟ ما كانش في داعي يشتريها. طب يقولها له ازاي؟ كمل. يو ار ويستفول، ويستفول معناها مهدر، مسرف، مبذر، انت بتضيع فلوسك. طيب يبقى ده معناه انه عايز اقول له ما كانش في داعي انك انت تعمل ده. طب مين الصياغه اللي تعبر عن ده؟ هاد تو ضروره في إيه؟ الماضي بالاثبات. نيد انت هاف بوت اللي هي معناها لم تكن هناك ضروره لفعل معين في الماضي بس انت عملته، يعني بما انه ما كانش ضروري انت عملته، ولا ديد انت هاف تو باي عدم ضروره في الماضي وانت ما عملتهاش، مش ضروره فخلاص ما عملتهاش، ولا دونت نيد تو باي عدم ضرورة في الحاضر اللي بيعبر عن جملتنا هو نيد انتهاء في بوت اللي هي معناها باللغة العربية لم تكن هناك حاجة لشراء، يعني انت اشتريت حاجة ما كانش لها عايز انك انت تشتريها، وده مضمون نيد انتهاء في تصريف ثالث، وده الفرق ما بينها وما بين didn't have to مصدر. نيد انتهاء في تصريف ثالث بيقول ان هذا الشيء لم يكن من الواجب فعله في الماضي بس انت عملته، عكس didn't have to. didn't have to بتقول ان هذا الشيء لم يكن من الواجب فعله في الماضي وعشان ما كانش ضروري انت ما عملتوش، مختلفه خالص عن اجابتنا. سته بيقول لك فيها يو انت وجايب لي فراغ eat so many sweets ان انت تاكل بونبوني كتير. طيب ماشي they are bad for you، اه مضره ليك، يبقى المفروض ايه بقى؟ need to انت محتاج تاكل كتير، ولا have to، ولا didn't have to، ولا mustn't؟ mustn't دي اسمها strong advice، اسمها نصيحه قويه بتنصحه نصيحه، بيقول له اوعى تاكل البونبون كتير، ليه يا عم؟ لانها ضاره لصحتك. طيب نتحرك شويه مع الجمله رقم سبعه، خليها هي عنوان الشاشه بتاعتنا، وبيقول لك فيها tomorrow is my day of، بكره الاجازه بتاعتي. الحمد لله. ماشي يا سيدي، ها I get up early، بما انها بكره اجازه محتاجين نهض من الفراش مبكر؟ لا. طب يقولها بمصنت اللي تفيد المنع والنهي والحظر البات، ولا هات تو ضروره في الماضي، ولا ماست بمعنى يجب ودي ضرورة في الحاضر، ولا won't have to أنا عايز عدم ضرورة في المستقبل. مش هو بيقول لك بكرة؟ مش هي تمورة هي بكرة؟ بكرة إجازة. طب ما إني بكرة إجازة ومحتاج يصحى بدري ينهض من فراشه بدري؟ لا، يبقى won't have to سوف لا يتحتم عليه، وبتتكلم عن عدم ضرورة في المستقبل. هنحرك الشاشة شوية بس عشان نشوف رقم الصفحة، أنا عارف إن الجملة 8 ظاهرة لكن عايزين نظهر الصفحة. ماي براذر أخويا، ماله أخوك يا عمي؟ فينيش his graduation project yesterday، المشروع بتاع التخرج بتاعه بالامس انه ينهي. طيب نقول must ضروره في الحاضر، ولا had to ضروره في الماضي، ولا has to ضروره في الحاضر، ولا doesn't have to النفي بتاع ضروره الحاضر. امبارح yesterday يبقى تقول ايه had to؟ اخوه امبارح كان يتحتم. تسعه بتقول children under five، الاطفال اللي سنهم اقل من 5 سنين مالهم؟ pay for the ticket ان هم يدفعوا ثمن تذكره، it's free مجانيه. طب بما انها مجانيه يبقى هم هيدفعوها، نقول دونت هاف بس ما جايش وراها تو، مش هتنفع. هات تو، هات تو معناها كانت حتى عليه بقى ضروره في الماضي. طيب نيدنت ولا ويل هاف تو؟ نيدنت باي، لان نيدنت هي اللي ينفع يجي وراها الفعل في المصدر. طيب نكمل الجمله بتاعتنا في 10 بيقول فيها ات ريند هيفلي يسترداي، كانت هناك امطار غزيره بالامس. طب نرجع بس لحظه لورا ونقول needn't pay، needn't مش محتاجه انا هو الجمله اللي قدام ان فيها نفي، ما مش محتاج اقول needn't to pay، خلاص needn't pay تنفع لوحدها، او doesn't need to، يعني ينفع اقول ايه doesn't need to، لكن needn't مش محتاجه وراها to عشان اجيب الفعل في المصدر، ينفع الفعل في المصدر وراها مباشره من غير to، needn't تنفع معاها كده، لكن doesn't need هي اللي محتاجه وراها، اهي بص doesn't need هي اللي محتاجه وراها ان اجيب to عشان اقدر اجيب فعل في المصدر، انما needn't مش محتاجه to. نروح لعشرة تاني. It rained heavily yesterday، الدنيا كانت بتمطر بغزارة بالأمس. ماشي، واضح جدا الإشارة للماضي. So I، ولذلك أنا إيه بقى؟ water the flowers، إنه يسقي الزرع. بما إن الدنيا كانت بتمطر كان محتاج يسقي الزرع؟ لا طبعا. طب نقول didn't have to عدم ضرورة في الماضي،
ولا هاف تو ضرورة في الحاضر ولا مصنت منع ونهي ولا هاف تو ضرورة في الماضي؟ مش الدنيا امبارح كانت بتمطر؟ طيب بما انها كانت بتمطر هو محتاج يروي الزرع؟ لا، يبقى didn't have to، ما كانش محتاج ان هو يروي الزرع اللي هي تحديدا هو طبعا الزهور. 11 بيقول لك فيها وي نحن قبل فراغ فيزيت اور جراند ماذر، ان احنا نزور جدي. طيب she has been ill lately، كانت مريضه مؤخرا. طيب بما انها كانت مريضه يبقى هم كده ايه محتاجين يزوروها او في ضروره ان هم يعملوا ده، طبعا ضروره في الحاضر. نقول didn't have to عدم ضروره في الماضي، needn't عدم ضروره في الحاضر، must ضروره في الحاضر، don't have to عدم ضروره في الحاضر. انا عايز ايه؟ انا عايز ضروره في الحاضر يبقى هاخد لها must طبعا بالاثبات. في 12 ده سؤال، طالما قال لك does يبقى انت عايز تسال، تمام كده؟ بدايه السؤال اهي وده عامل استفهام متاكد ان ده سؤال. طيب does he قبل فراغ arrive at work very early، انه يصل العمل بتاعه بدري جدا. طب نقول had to، طب ازاي had to مع does؟ طيب has to ازاي برضو مع does؟ طيب does he have to ولا does he must؟ does he have to، طالما جاب الفعل المساعد يبقى انت عايز ايه؟ عايز have في مصدرها وبتكمل لي السؤال بتاعك. تحرك الشاشة نروح لصفحة 24 عشان نلاقي عليها جملة رقم 13 بيقول لك فيها ذا سكول باص اتوبيس المدرسة بروك داون اتعطل. طيب ماشي، يعني ده كلام ماضي. سو ذا بيوبلز، ولذلك الطلبة مالهم بقى ووك تو سكول. مش الاتوبيس عطل في الماضي، يبقى الطلبة تحتم عليهم في الماضي برضو انه يمشي ماشي، يبقى انا عايز ضرورة في الماضي اهي هات تو. اوت معناها يجب، دي بديل شد ماشي، ودي ملهاش علاقة بالالزام والضرورة خالص. ماست ليها علاقه بالالزام والضروره، بس هي مضارع وانا عايز ماضي او بروك داون، وود ما لهاش علاقه بالضروره والالزام اساسا. 14 بيقول لك وي نحن ماشي عم نحن ايه فراغ توك تو اتش اذر، نحن نتكلم مع بعض بيكوز ات واز ان اكزام، لان ده كان امتحان. اهي واز هيدلك على الماضي، تمام؟ يبقى هم ما كانوش يقدروا يتكلموا. طب نقولها بشودنت، دي ما لهاش علاقه بالضروره والالزام خالص. شودنت دي واخده شكل نصيحه بالنفي، مصنت فيها منع وحظر ذات. طيب don't have to هنا بيتكلم بيقول لك ايه، احنا مش محتاجين نعمل ده، ودي بتبقى للحاجات الكويسه ماشي، مش محتاج تعمل ده لانه مش مهم، لكن دول ممنوعين من الكلام. يبقى weren't allowed، ما كانش مسموح لهم، احنا بنمتحن يا عم مش بنهرج عشان نسمح لك تتكلم، يبقى we weren't allowed، ما كانش مسموح لنا نتكلم مع بعض لانه كان امتحان. 15 بتقول لك اي ريلي، انا حقيقة ايه يا عمي؟ فون اي ان انا اتصل بها ماشي، لحد دلوقتي مش عارفين زمن الجمله ايه، بس اصبر. اي بروميسد، انا وعدت. اي فون هير از سون از اي ريتش هوم، انا وعدتها ان انا اتصل عليها بمجرد ما اوصل البيت. يبقى انت هنا هو عندك ضروره، تمام، والضروره اللي انت شغال عليها زمنها يشير الى الحاضر، تمام، هو عايز يكلمها دلوقتي لانه وعد انه يكلمها خلاص. يبقى اي ريلي والضروره هنا هو الالتزام، ضروره داخليه التزام منك انت، يبقى اقول اي ريلي ماست فون اي، لازم ارن عليها. طب ليه ما خدناش هاز تو؟ اجيب هاز تو مع اي ازاي؟ طب اي ريلي نيد محتاجه وراها تو. طيب نيد انت دي بتفيد النفي، ازاي مش هكلمها وازاي وعدتها؟ 16 بتقول زير ووز، واضح الماضي اهو، a lot of traffic. طب كانت الدنيا اختناق مرور، الدنيا زحمه. وي كذا ليف ماتش ايرلير، الجمله هنا هو فيها اشاره للماضي، يبقى بيقول ان احنا والله يا جماعه الزحمه اللي احنا فيها دي غلطتنا، ده احنا كان لازم نمشي بدري، كان لازم. يبقى بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن ضروره في الماضي. نقولها بنيدد، نيدد تو اهي ماضي اهي، الماضي من نيد نيدد. طيب ولا didn't have to، لم تكن هناك ضروره في المغادره بدري. ازاي ما كانش في ضروره المغادره بدري والمرور زحمه؟ لا طبعا، لا طبعا، ده بالعكس ده المفروض يغادر بدري. طب مصنت منع ونهي وعندي هاف تو ضروره في الحاضر. طيب لكن هو بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن الماضي، يبقى هم كانوا محتاجين يمشوا بدري، وي نيدد تو، كان لازم نمشي بدري بس هم ما عملوش ده. الجمله رقم 17 هي العنوان بتاعنا في الشاشه الجديده، بيقول لك فيها شيء، هي مالها يا عم؟ هي هوم يسترداي، البيت بالامس. يهمني جدا يا شباب الكلمات الداله، احنا قلنا طالما شغالين على قواعد يبقى عينك على الكلمات المفتاحيه. هي كذا البيت بالامس ماشي، بيكوز هير ماذر ووز سيك، لان مامتها كانت تعبانه. ما ان مامتها كانت تعبانه وبالامس، يبقى الموضوع هنا هو ايه؟ ليه حاجه مهمه. طيب نيدنت ستاي عدم ضروره في الحاضر، هاد تو ستاي ضروره في الماضي، نيدنت هاف ستايد لم تكن هناك ضروره لفعل شيء في الماضي بس انت عملته، didn't have to stay عدم ضروره في الماضي لشيء وعشان مش ضروري ما عملتوش،
طب مامتها كانت عيانه، يبقى هي كانت محتاجه تعمل امبارح تقعد في البيت، يبقى نقول شي هاد تو ستي، كانت حتم عليها البقاء في المنزل امبارح لان مامتها كانت مريضه. 18 بيقول لك فيها يو انت فراغ، فون مي ات ورك، انت انك انت تتصل بيها في الشغل. طيب لسه الكلام مش باين، وي ارنت الاو، مش مسموح لنا تو تيك تو ميك بيرسونال كولز، ان احنا ايه نعمل اتصالات شخصيه. طيب يبقى بيقول له اوعى تكلمني في الشغل. طب نيدنت فون، لا نيدنت، ان هو يو نيدنت فون مي، هنا بيقول لك ايه انت مش محتاج تتصل عليا عدم ضروره ليك انك انت تعملها او ما تعملهاش، صحيح فيها اجبار خارجي لكنها مش منع ونهي وزجر كده، هاف تو ضروره في الحاضر، نيد تو ضروره في الحاضر برضه، الاثنين مثبتين. وبعد كده اخر واحده ايه، مصنت، مصنت هي الاقوى في فكره المنع والنهي التام، اوعى تكلمني في الشغل، ليه؟ ممنوع علينا ده. نتحرك مع الجملة رقم 19، My father will give me a lift، بابا هيوصلني to school المدرسة، I كذا وقت، طالما ان هو هيوصلك يبقى انت مش هتكون محتاج تمشي، عدم ضرورة في المستقبل. طب نقولها بمصد نهي ومنع، have to ضرورة في الحاضر، won't have to عدم ضرورة في المستقبل، didn't have to عدم ضرورة في الماضي، احنا قلنا ايه عدم ضرورة في المستقبل، انا كده مش محتاج امشي لان بابا هيوصلني. 20 بتقول وي وجاي فراغ give him our answer today، احنا كذا ان احنا نرد عليه النهارده. طيب ماشي يا سيدي، اور وي ويل لوز، الا هنفقد او هنخسر ده كونتراكت العقد. طيب يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان هم محتاجين يردوا عليه النهارده. طب نقولها نيد انت التنافي، هاف تو ضروره في الحاضر مثبته، شود انت ملهاش علاقه بالضروره خالص، دونت هاف تو عدم ضروره في الحاضر برضه. طيب انا اقول ايه؟ وي هاف تو، ده احنا لازم نرد عليه النهارده والا هيضيع مننا العقد. هنحرك شويه بس علشان تبقى جملة 21 عنوانها، والجملة دي متجابة من إدارة أسيوط التعليمية. The students، طبعا السنة واضحة قدامنا. الطلبة مالهم يا سيدي؟ All those notes، all those notes كل الملحوظات دي. إيه الطلبة والملحوظ؟ إيه يا عم مالك بتحكي فين أنت؟ كمل الجملة عشان تعرف. All the information is typed for them، المعلومات كلها معمول منها إيه؟ نسخة. طيب يبقى ده معناه إن الطلبة عملوا حاجة لم تكن هناك ضرورة لعملها. يبقى انت محتاج نيد انت هاف تصريف ثالث، اهي نيد انت هاف تصريف ثالث. يبقى الطلبه ما كانش محتاجين ان هم يكتبوا كل الملحوظات دي، ليه يا عم؟ ما احنا كل حاجه مدينا لهم مكتوب. ماست رايت ضروره في الحاضر، انا قلت ايه؟ ما كانوش محتاجين يعملوا ده، يبقى انت بتتكلم عن عدم ضروره في الماضي لفعل معين وبرغم عدم الضروره الا ان هو تم تأديته. هاف تو رايت ضروره في الحاضر، وهاف تو رايت ضروره كانت في الماضي. نروح ل 22، اي ريلي انا حقيقه لسه الكلام مش باين، باي ماي ماذر ا بريزنت، انا اشتري هديه لماما اون هير بيرثداي في عيد ميلادها، لسه الجمله ما خلصتش. وان شود بي جريتفول، الواحد لازم يكون ممتن، يعني الواحد يكون ايه يخلي عنده دم كده ويبين لماما ان هو ايه، ان هو يعني يشعر بالامتنان لها. طيب يبقى انت كده ايه؟ ماست التزام داخلي، ماست نهي ومنع وحظر ذات، هاف تو ضروره فيها اجبار من الخارج، ولا نيد انت؟ انت بما انك انت بقول الله الواحد المفروض يخلي عنده دم كده ويحس بماما، يبقى انت كده بتتكلم عن ايه؟ التزام داخلي منك انت، ما حدش اجبرك، ودي من ايه؟ من اداره شبرخيت. في 23 بيقول لك فيها يو انت مالك يا عم انت واري ولا معناها يقلق، لسه الكلام مش باين. You still have a lot of time to answer the other questions، يا عم لسه انت عندك وقت كفايه ان انت تجاوب على ايه؟ باقي الاسئله. طيب ودي جايه من القناطر. يبقى نقول مصد اللي تفيد المنع والنهي والحظر البات، ولا ممكن استخدمها برضه في نصيحه قويه جدا، ولا دونت هاف تو اللي بتقول لك والله انت مش محتاج، يعني مش محتاج تقلق. يعني الواحد برضه خاف من الامتحان والحاجات اللي محتاجه تتحل لان الوقت مش في ايدك برضه، لكنها بقول له اعمل ما تقلقش ان شاء الله يا عم لسه في وقت وتمام وبيس يا مان. ولا نقول له شد اللي هي مالهاش علاقه اساسا بموضوع الضروره والالزام ولا حتى نيد، ها انت محتاج يقلق، طب هنا المعنى هيبقى متناقض. الجمله اللي قدامي الحل المناسب ليها هو دونت هاف تو، انت لست في حاجه الى ان تقلق. طب ليه يا عم انت مش محتاج تقلق؟ الميعاد بتاع الامتحان لسه، والاسئله اللي فاضله ان شاء الله الوقت الموجود هيكفيها. نحرك شويه يا شباب عشان تبقى جمله رقم 24 هي عنوانها، وكمان تشوف معاها بدايه الصفحه الجديده. الجمله دي جايه من المنيا، بقول لك فيها ماست وي فينيش، طبعا دي واخده شكل السؤال اهي. Must we finish this exercise today؟ واحنا لازم نخلص التدريب ده النهارده؟ راح قال له نو يو ايه؟ mustn't. الطالب المتسرع هيجاوب ب mustn't.
لا يا سيدي. ليه؟ هتقول لي يا مستر مش بادئ بالفعل المساعد ماست هو، يبقى انا هستخدمها في الاجابه. لا، لو استخدمت ماسنت مع نو كانك انت بتدي نهي ومنع وحظر بهات الشيء. لا يا باشا، هنا الاجابه دي يترد عليها بدونت هاف تو، انت مش محتاج تعمل ده. قول والله احنا لازم نخلص التدريب ده النهارده. قال له لا لا لا، انت مش محتاج. يبقى ماسنت ما تنفعش، واوعى تقول لي ده بدأ فعل المساعد اهي ماست بنجيبها ماست. لا يا سيدي، عشان نو لا يا حبيبي، ما ينفعش خالص. ليه ما ينفعش؟ لان لو استخدمت ماسنت يبقى انت كده بتدي ما يفيد النهي والمنع والحظر البالغ. لا، انا هقول لك ايه، يو دونت هاف، انت مش محتاج، انت مش محتاج تعمل كده. عدم ضروره في الحاضر، ودي بسبب ايه؟ بسبب هافنت جوت وهافنت جوت. لا، هافنت جوت ايه؟ هافنت جوت تو، محتاج اكمل. didn't need دي بتكلم عن ضروره في الماضي، انا بتكلم في ضروره في الحاضر. اجابه صحيحه في الجمله رقم 24، اعتقد ان احنا اديناها حقها جامد يعني. نروح ل 25، ودي اداره الخليفه والمقطم التعليميه. اي وجاب لي فراغ ماي روم يسترداي، انا كذا الحجره بتاعتي امبارح. امبارح يعني ماضي. ماي سيستر هاد اوريدي تايدد ات، اختي خلاص عملتها. طيب مش احنا بنقول امبارح؟ طب نقول دونت هاف تو، ده ضروره في ايه؟ عدم ضروره في الحاضر، ودي من هو ايه؟ منفيه. didn't have to tidy، عدم ضروره في الماضي. وهاد تو تايدي، ضروره في الماضي اثبات ان هو. must have tidied، must have تصريف تالت ملهاش علاقه خالص بموضوع الضروره، ده بتتكلم في ايه؟ بتتكلم في شيء له علاقه بالاستنتاج في الماضي والاستنتاج المثبت، ملهاش دعوه، ملهاش دعوه اساسا بقاعدتنا. طيب انا هاخد didn't have to tidy، لم يكن من الواجب علي او لم يكن من الضروري ان انا اعمل ده امبارح، وعشان كده ما عملتوش. 26 بيقول لك which of the following expresses a lack of necessity، ايه من اللي جاي يديك lack of، lack بمعنى عدم ضروره، بمعنى نقص. ايه الجمله الاجابه اللي جايه اللي بتديني عدم ضروره في فين بقى؟ هنشوف بقى زمان الجمله اللي قدامي. خلاص، شي وجاب لي فراغ كوك فود توداي، هي انها تطهي الطعام النهارده. جميل، there is enough food in the fridge، في اكل كفايه في الثلاجه. طب نقول شي نيدنت تو، نيدنت ما يجيش وراها تو. طيب mustn't ده منع ونهي وحظر بات. doesn't have to و has to، انا عايز عدم ضروره في الحاضر، يبقى doesn't have to تبقى جمله she doesn't have to cook today، هي مش محتاجه تطبخ النهارده. ليه يا عم؟ لان الثلاجه فيها اكل كتير. خلاص كده نحرك الشاشه ونخلي البدايه الطبيعيه بتاعتها للجمله اللي عليها الدور 27 في صفحه 25. بيقول لك you mustn't park here، دخلنا في المنع بقى، ممنوع تركن هنا. ليه يا عمي؟ it means that، ده معنى جمله ايه؟ طبعا المكان ممنوع فيه الركن. طيب ايه الجمله في الاربعه دول اللي تدي نفس المعنى اللي هو من معنى المنع والحظر البات؟ it is necessary to park here، ضروري ان انت تركن هنا. it is necessary to park here، مش ضروري تركن هنا. ولا it is against the law، ضد القانون ان انت تركن هنا to park here. ولا parking isn't forbidden here، الركن هنا مش ممنوع. لا طبعا ده ممنوع، ده بيقول له mustn't، يبقى it is against law to park here، ضد القانون انك انت تركن هنا، وده اللي يساوي الجملة بتاعتنا، وعشان كده خدناها إجابة. 28 which of the following choices gives the same meaning to the following sentence، مين في الأربعة اللي جايين دول اللي بيدي نفس معنى الجملة دي، اللي هي we didn't have to wear coats yesterday as it was so hot، امبارح ما كناش محتاجين نلبس بلاطي عشان الدنيا ايه؟ الدنيا كانت حر. منطقية، مع الحر حد يقدر يلبس بلطو؟ جميل. طب ايه الجملة في الأربعة دول اللي تدي نفس المعنى؟ It is necessary for us to wear coats today، ضروري النهاردة نلبس بلاطي. هو مش بيتكلم عن النهاردة خالص، ده بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن امبارح اهو، yesterday، يبقى الجملة دي ما تنفعش. طيب we didn't need to wear coats yesterday as it was so hot، ما كناش محتاجين نلبس بلاطي امبارح لأن الدنيا كانت حر جدا. اه ماشي تمام كده. طيب سي we needn't have worn، لم تكن هناك حاجة لفعل شيء معين في الماضي بس انت عملته، كوتس يسترداي از ات ووز هوت، لانها كانت حر جدا، يبقى احنا ما كناش محتاجين نلبس بلاطي في بالامس، وبرغم ان احنا ما كناش محتاجين عملناها. لا، في فرق يا شباب ما بين didn't have to و needn't have تصريف تالت، ايه الفرق اللي بينهم؟ بس الاول نحط كده عشان تبقى شايفها، مش هي دي الاجابة طبعا. didn't have to بتقول ان لم تكن هناك ضرورة في الماضي لعمل شيء، وعشان ما كانش ضروري انت ما عملتهوش. لكن نيد انت هاف تصريف تالت دول ايه؟ لم تكن هناك ضروره لفعل شيء معين في الماضي برغم ده انت عملته. يبقى نيد انت هاف تو ونيد انت هاف عكس بعض، يبقى ما ينفعوش.
يبقى كده ما تنفعش دي. فبتوزن ذا ادفايزبل لم يكن منصوح لينا فور اس تو وير كوتس يستبدل ان احنا نرتدي المعاطف البلاط يعني. لا، الحكايه مش حكايه نصيحه وعدم نصيحه، لا، ده الحكايه ان احنا ايه، وي didnt need to wear coats yesterday as it was so hot. دي الجمله اللي تساوي جملتنا وي didnt have to wear اهي ماشي كوتس يسترداي از ات واز سو هوت. احنا ما كناش محتاجين نعمل ده في الماضي، وعشان لم تكن هناك حاجه له ما عملناهوش. نروح للجمله رقم 29 ونخليها هي عنوان الشاشه بتاعتنا، وبيقول لك فيها which of the following sentences is grammatically incorrect. مين الجمله اللي جايه اللي الجرامر بتاعها غلط، يعني صياغتها الجرامر غلط، مين فيهم وهاتها لي، يعني طلع لي الجمله الغلط. مين الجمله الغلط؟ ياسر needs to go to the dentist now. ياسر محتاج needs to، منطقية، ياسر محتاج انه يروح لطبيب الاسنان الان. his tooth is really hurting، سنته وجعه فعلا، ضرورة في الحاضر والجملة سليمة، اقدرش اقول نهاية. طيب ياسر had to go to the dentist now. طب ازاي اقول had to وازاي now؟ كده الجملة دي فيها غلطة، تمام، بس نصبر عليها شويه. his tooth is really hurting، هنا his tooth is really hurting الجمله الثانيه مفيش فيها مشكله، الاربعه على اختيارات مفيش مشكله. طيب نروح للثالثه، ياسر has got to، ان هو ضروره في الحاضر، طبعا احنا قلنا ان الحته دي غلط، يعني ان هو كده had to مع now ما ينفعوش مع بعض، الاثنين دول ما ينفعوش مع بعض، فاحنا كده هنا جمعنا غلطه. طيب ياسر has got to go to the dentist now، ضروره في الحاضر، هنا جمله مثبته في الطرفين مفيش فيها مشكله زي فوق اول واحد، احنا قلنا ان الجزء الثاني جمله واحد. طيب ياسر هاز تو جو تو، طب ضروره برضه في الحاضر، ده دنتس ناو، تمام جميل جدا مفيش فيها مشكله، والناحيه الثانيه تكملتها مفيش فيها مشكله. كده مين الجمله اللي فيها غلطه؟ الجمله بي، لان هاد تو تتكلم عن ضروره في الماضي. طب ازاي اقول ضروره في الماضي وتجيب معاها ناو؟ يبقى الجمله في الحرف بي هي الجمله الغلط، وعشان كده هناخدها ونطلعها. بقول لك طلع لي الجمله اللي فيها غلط. نحرك الشاشة تبقى دي جملة 30 قدامك. طب ليه مثلا بتحرك الشاشة مع كل جملة؟ عشان الاختيارات طويلة ما تخليش عينك تايهة ما بين جملة والتانية. 30 بيقول لك فيها necessity، الضرورة is expressed، تم التعبير عنها in one of the following sentences، في جملة من اللي جايين. مين في الجملة الأربعة دول اللي بتعبر عن ضرورة؟ أسامة didn't have to find another job، دي عدم ضرورة. أسامة has got to find another job، فيها ضرورة. أسامة doesn't have to find another job، عدم ضرورة. الأولانية كانت ماضي didn't have to، الثانية حاضر اللي هي doesn't، دي إيه؟ دي حاضر. أسامة needn't find another job، برضو دي عدم ضرورة. إحنا قلنا عايزين إيه؟ عايزين ضرورة. مين الجملة اللي بتعبر عن ضرورة؟ اللي بتعبر عن ضرورة هي الجملة بي، أسامة has got to find another job، دي فيها ضرورة. لكن كل التلاتة التانيين منفيين، الأولانية didn't، التانية doesn't، والأخيرة needn't، لكن الإجابة بي هي الوحيدة اللي فيها إثبات وتعبر عن ضرورة أداء فعل معين. نحركش يا شباب عشان نروح للعنوان الجديد، لأن المرة دي في اختلاف. إيه الاختلاف؟ إن إحنا هنختار إجابتين مش إجابة واحدة، ودي حاجة مش معتادة في أسئلة الجرامر، كان معتاد إنه يستخدمها مع إيه؟ مع الفوكابلري. تدريب جديد بس لازم ناخد بالنا. بيقول لك في الجملة الأولى واخدة رقم 31، سوري أنا آسف يا عم، أي هاف نو تايم، أنا ما عنديش وقت كفاية تو ديسكاس أني ثينج ناو، إن أنا أحكي معاك دلوقتي، مش ما عنديش وقت يكفي إن أنا أناقش أي شيء الآن. جميل. أي كذا بي آت ميتنج، أنا هبقى في اجتماع آت 10 أوكلوك الساعة 10. طيب يقول هاب مي، ملهاش علاقة بموضوع الضرورة. هاف تو، فيها ضرورة في الحاضر. ماست، فيها ضرورة في الحاضر. كود ملهاش علاقه بالضروره. دونت هاف تو، دي عدم ضروره فيها نفي. هو هنا هو بيتكلم في شيء مثبت ولا منفي مثبت؟ يبقى يقول هاف تو تنفع وماست تنفع. الله يا مستر، انت مش قلت لنا ان في فرق ما بين ماست وهاف تو؟ اقول لك في الحاله دي يمكن ان يتم استخدام الاثنين، لانه بيقول لك عايز اجابتين صح، فانه عايز اجابتين صح يبقى دي تنفع ودي تنفع. 32 اتس سموك فري اريا، منطقه ممنوع فيها التدخين. كلمة سموك فري معناها خالية من التدخين، يعني ممنوع تدخن فيها. يو ايه بقى سموك هير، تقدر تدخن؟ ما هو بيقول لك لا، يبقى هنا هو يو ماسنت سموك ويو كانت سموك. الله، طب ليه مثلا ما خدتش مي؟ مي ما لهاش علاقة بالمنع والحظر. طب ليه ما خدتش دونت هاف تو؟ دونت هاف تو بيقول لك انت مش محتاج تعمل كده، ماشي، لانه مش ضروري. لا، ده ممنوع يا باشا، وخلاص احنا خدنا ماسنت وكانت. طب ليه ما خدتش كان؟ كان ما لهاش علاقة بموضوع المنع والحظر البت.
نحركش شوية بس عشان تبقى جملة رقم 33 واضحة، وكمان صفحتنا اللي بنختم بيها ظاهرة قدام. بيقول لك في 33 فراغ: شاوت ات يور بوس يسترداي. ان انت تصرخ او تزعق في مديرك امبارح، رئيس العمل يعني. طيب ينفع حد يزعق في رئيس العمل بتاعه؟ لا ما ينفعش. طب اقول له يو كانت مع يسترداي، تيجي ازاي؟ ات واز نيسيسري فور يو تو، ما كانش ضروري تعمل ده امبارح بس انت عملته، ده كان غلط يعني. طيب ماشي ممكن. يو ماسنت، ماسنت دي مضارع مش ماضي، ما تنفعش مع يسترداي. طيب يو نيدنت دي بتتكلم عن عدم ظروف الحاضر، وانت بتتكلم عن امبارح. يبقى فاضل مين؟ يو نيدنت هاف شاوتد. يبقى كده انا هاخد ات واز نيسيسري ويو نيدنت هاف. طب ليه يا عمي؟ ات واز نيسيسري بتتكلم في عدم ضروره في الماضي، ويو نيدنت هاف تصريف ثالث بتتكلم عن عدم ضروره في الماضي لشيء معين بس انت برضو عملته. 34 بيقول لك فيها يو انت ايه يا عمي؟ ميك مي انذر كاب اوف كوفي، انك انت تعمل لي فنجان قهوه تاني. اي هاف جاست هاد وان، ده انا لسه شارب واحد، يبقى انا عايز معنى ايه؟ انت مش محتاج تعمل له. طب نقولها له دونت هاف تو، عدم ضروره في الحاضر، ماسنت نهي ومنع، كانت لا يستطيع تشبه ماسنت كده انك انت ما تقدرش تعمل ده، ولا هاف تو محتاج تعمل ده فيها اجبار في الحاضر، ولا نيد انت. ينفع اقول له دونت هاف تو، انت مش محتاج نفي في الحاضر اهو، ونيد انت زيها. عايز اقول انت مش محتاج تعمل لي قهوه تاني، انا ايه لسه شارب واحد. يبقى دونت هاف تو ونيد انت اجابتين في جمله رقم 34. 35 سينس هير ماذر، سينس هيز ماذر واز ال. سينس انا معناها بما اني، بما اني مامته كانت مريضه. طيب هو ايه اللي حصل له؟ prepare the dinner for the family. عايز اقول لك ان هو ايه؟ كان بيتحتم عليه انه يعمل الاكل للبيت، للعيله يعني. طب نقولها تو تدل على الماضي؟ عشان was. طب was obliged to، كان مجبر؟ ولا didn't have to، لم يكن من الضروري ان هو يعمله في الماضي؟ ولا has to ضرر في الحاضر؟ ولا must؟ هو بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن الماضي في ضروره ومثبته، يبقى had to و was obliged to، كان مجبر، ما مامته كانت تعبه. كده شباب يكون انتهى التدريب اللي جاي على الجرامر بتاع الوحده الاولى، الدرس الاول والثاني. قبل ما نختم بنفكرك زي ما قلنا ان احنا ضمينا ثالث اعدادي القناه بتاعتنا مستر لوسي عزت، واولى وثانيه اعدادي ضمناهم للقناه بتاعتنا الثانيه اللي هي اسمها انجليزي ابتدائي اند اعدادي، اللي هي علامه اند اللي موجوده على رقم 7 في الكيبورد بتاعك. ان شاء الله انتظرنا شباب في طبق الله. بتقول لنا ليه مستر على القنوات بتاعت اعدادي والكلام من ده؟ علشان تفيد بيها حبايبك واخواتك معانا ان شاء الله. انتظرنا في مزيد من فيديوهات شرح وتبسيط المنهج بتاعك مع معلم خبير اللون زي مستر عزت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.